هل تساءلت يوما إن كان علماء البيولوجيا قادرين على إعادة تكوين أو استنساخ الديناصورات من جديد في عصرنا هذا؟ قبل الإجابة عن السؤال، نبدأ بقصة نجاح استنساخ أول حيوان ثدي. في يوم 5 يوليو جويليا 1996، ولدت النعجة الأسكتلندية الشهيرة دولي، أول حيوان ثدي يتم استنساخه بنجاح من خلية بالغة في معهد روزلين الأسكتلندي. وقد سمي الحمل المستنسخ على اسم المغنية والممثلة الأمريكية دولي بارتون، ولم يتم الإعلان عن ولادة النعجة دولي علنا إلى غاية فبراير فيفري من سنة 1997. كيف تم استنساخ دولي؟ أولا، أخذ خلية من ضرع نعجة بالغة. ثانيا، إدخال النواة التي تحتوي على الحمض النووي من هذه الخلية في بويضة غير مخصبة تمت إزالة نواتها. ثالثا، استخدام الصدمات الكهربائية لتحفيز تطور الخلية إلى جنين، ثم زرع الجنين في رحم نعجة بديلة. تزاوجت دولي مع خروف ذكر اسمه ديفيد، ولقد ولدت 4 حملان بطريقة طبيعية. وفي يناير 2002 تم اكتشاف مرضها بالتهاب المفاصل في رجليها الخلفيتين، وهو ما أثار تساؤلات حول التشوهات الجينية التي قد تكون ناجمة عن عملية الاستنساخ. وبعد معاناتها من مرض رئوي، توفت دولي في 14 فبراير سنة 2003 وعمرها 6 سنوات بعد قتلها عن طريق القتل الرحيم. وقد أثارت وفاتها المبكرة الكثير من الأسئلة حول سلامة الاستنساخ سواء الحيواني أو البشري. أما بالنسبة لجثة النعجة الشهيرة، فقد تم تحنيطها وهي معروضة الآن في متحف اسكتلندا الوطني في إدنبرا. رغم وفاة دولي في 2003، إلا أن إرثها العلمي ما زال قائما حتى اليوم، إذ تعتبر محطة فارقة في تاريخ العلم. واستنساخها فتح الباب أمام أسئلة هامة ومثيرة حول الاستنساخ ومستقبله. والسؤال المطروح، هل يمكننا إنقاذ حيوانات مهددة بالانقراض وحتى إعادة حيوانات منقرضة عاشت في حقب زمنية قديمة مثل الماموت والديناصورات؟ أكثر من 30 سنة بعد إنتاج فيلم جوراسيك بارك، ما زلنا نحلم بإعادة الديناصورات إلى الحياة. وهو فيلم أمريكي من إخراج المبدع ستيفن سبيلبرغ، أحد أشهر مخرجي هوليوود، وتدور أحداثه حول إنشاء حديقة للديناصورات المنقرضة في إحدى جزر كوستاريكا النائية. ويتم استنساخ عدة فصائل من الديناصورات عن طريق أخذ المادة الوراثية الخاصة بها أو الDNA من الحشرات المحفوظة داخل الكهرمان القديم. يعتبر الفيلم من أنجح الأفلام السينمائية في التاريخ، ورصدت ميزانية كبيرة لإنتاجه بلغت 63 مليون دولار، أما أرباحه فتجاوزت حاجز المليار دولار أمريكي. بعيدا عن أفلام الخيال العلمي، إمكانية استنساخ الديناصورات هي فكرة مثيرة، ولكنها تواجه تحديات علمية كبيرة. فالاستنساخ يتطلب الحصول على الDNA سليم، ولكن الحمض النووي يتفكك بمرور الوقت. الدراسات تشير إلى أن الDNA يمكن أن يستمر لآلاف السنين، ولكنه يتلف ويتفكك بعد مرور مدة زمنية تقارب 7 ملايين سنة، بينما الديناصورات انقرضت منذ أكثر من 65 مليون سنة، مما يجعل العثور على DNA صالح أمرا صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا. وحتى لو تم العثور على DNA، سيحتاج العلماء إلى بيئة مناسبة لتنمية الجنين، وهذا يشمل بويضة حيوان قريب بيولوجيا من الديناصورات، وهو أمر غير متاح حاليا. هل تعتقد أن فكرة إعادة إحياء الديناصورات هي فكرة جيدة؟ إذا شاهد سلسلة أفلام العصر الجوراسي، فمن الممكن أن تغير رأيك. ومع ذلك، هناك محاولات لفهم الحمض النووي للطيور الحديثة التي تعد أحفادا بعيدة للديناصورات، مما قد يوفر بصيصا من الأمل لفهم بعض سمات الديناصورات أو إعادة إحياء أنواع مشابهة بشكل غير مباشر. في الأخير، إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد.